بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أحب أشكر جميع العاملين في مصحة أو مستشفى يوغرين من إدارة وكادر تمريضي وممرضين وإدارة، عاملين جميع العاملين في المستشفى، أحب أشكرهم على الاهتمام، على كرم الوجود، المساعدة في جميع أموري. بدأت أنا من شهرين بالتواصل مع إدارة يوغرين، وإلى أن اتفقنا على موعد محدد وقدمت إلى المستشفى من أجل تنقية الجسم والاسترخاء والمعاملات المعاملات اللي يسمونها اليوربيدا الهندية ضاربة في القدم. فالحمد لله عملوا لي برنامج لمدة 3 أسابيع، استفدت استفادة كبيرة الحمد لله من هذه المعاملات. كان في مشاكل في وآلام في الجسم في المفاصل وفي الظهر وفي أنحاء متفرقة من الجسم، والحمد لله الأمور زينة والأمور تمام. يعني قدموا لي كل المساعدة اللي أبيها، مستعدين على مدار الساعة 24 ساعة، مستعدين للمساعدة وتلبية الطلبات. الجدول اللي سووا لي جدول مريح، في فائدة كبيرة، ومشاكل أي مشاكل تطرأ على أي واحد في المستشفى. أنا شخصيا كان عندي مشكلة في الأسنان، برضو حدثت مشكلة في الأسنان فطلبوا لي استشاري، وأي مشكلة في المرضية أو علاجية مستعدين يطلبوا لك استشاري من أي مستشفى في كيرلا. أتمنى التوفيق ليوغرين، وأتمنى لجميع الشفاء وتمام الصحة، وبالتوفيق دوما. شكرا لكم.